ولهذا من الجدير بالمؤمن إذا أراد أن يعرف الله عز وجل ليحقق تمام العبودية له أن يقبل على معرفة الله عز وجل من خلال خبر رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي أمده الله تعالى بالعلوم والمعارف، فهو أكمل الناس علما بربه وأتمهم معرفة به، وليس ثمة أكمل تعريف من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالله. فمن أقبل عليه هني وسعد وعرف الله بالقدر الذي يطيقه، ومن أعرض عن ذلك تخطفته شياطين الإنس والجن والجهالات والضلالات وألقت به في أنواع من الانحرافات. وقد بيّن الله تعالى ذلك في محكم كتابه في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم اتركوهم. فذكر الله تعالى الطريق الذي يوصل إلى معرفته، وحذر من قطاع الطريق الذين يصرفون الناس عن هذا السبيل القويم وهذا الطريق الموصل إلى معرفة الله عز وجل، حذر منهم وأمر بالإعراض عنهم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون.